مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سكايريم. وبالحلقة الماضية لحتى هيك نسترجع على السريع شو عملنا بالحلقة الماضية، بلشنا نحرر بعض الحجارة الموجودة بسولستاين من سيطرة ميراك باستعمال الصرخ اللي تعلمناها، وقمنا بتحرير لحد هلأ ثلاث مواقع: سانستون سانستون خلصناها، والبيستون والوينستون الرياح والوحش والشمس. باقي في عنا هون حجر الأرض، والحجر اللي بعد المنطقة اللي ما اكتشفناها حجر المياه ووترستون. فمبدئيا بالحلقة هاي عاوز اني اجي على هالمدينة هاي احرر هالحجر هذا، وبعدين احاول ارتاح لعل وعسى اذا هالحجر اتحرر وبحال نمت بالمدينة ما افيق الاقي حالي بموقع اخر. لو لقيت حالي بموقع اخر على الارجح يمكن يكون الموقع هذا منحرر فرد مرة ومنخلص منه. فيا هذه هي الخطة مبدئيا، وبعدين راح نيجي نشوف هون في عنا بدنا نيجي نلاقي الكتاب اسود الساحر اللي بهالقرية هاي قال لي بهذاك المكان في كتاب اسود. ولكن قبل ما نعمل الكتاب الاسود في شغلة عاوز اني اجربها. باحد التعليقات قالوا لي ما فيني اني اطلع محارب من سوفينغارد مع الاتروناش تبعي، وهي الشغلة فاجأتني، فراح نجرب هالموضوع هذا. خليك يا محارب هون ارجوك لا تختفي. للاسف الشديد مع انه مش مفروض يكون في علاقة بين الكونجريشن وبين صرخات التنانين تبعتي، ما بعرف شو العلاقة ليش هيك. عايت حال ما علينا. فيما عدا ذلك في كمان احد المشاهدين قال لي قال فيهن صندوق خفي على اليمين. وين على اليمين؟ ماني اكيد، يمكن بهالمنطقة هاي قصده. فهيك خليني اروح القي نظرة سريعة جدا على الارجح مش راح الاقيه، ولحتى واحد يلاقي هيك صناديق لازم تكون يعني عم تلعب اللعبة على اقل من مهلك لحتى تلاقي هيك اشياء. انا بعرف بلعبة موروويند بتلاقوا صناديق او اشياء كنوز مخبيين بين جذوع الشجر، فما بعرف شو قصده. هل قصده هو صندوق يعني موجود باللعبة، او صندوق مخفي بدي اضطر اني استعمل يعني اني اضطر انزل تحت الصخر او شيء لحتى الاقيه. ماني اكيد شو قصده، بس حتى لو ما لقيته ماني زعلان ماني ندمان. تعال ننزل تحت على الشاطئ نشوف شو فيه. حركة الموج حلوة هون، اصلا كمان الساعة قربت تتعتم، يعني ماني حب اني اطول كتير، وعلى الارجح يمكن ما رح الاقيه، ما رح الاقي اشي هون. طبعا خلينا نحاول نمشي هيك على الشاطئ لهذا الشاطئ الجنوبي اللي ما اكتشفناه. يا على الارجح مش راح الاقي للصندوق، ومنا مشكلة يعني اذا ما لقيته من زعلان ومش ندمان. اها اوكي، هلا كيف بدي اطلع لهون هلا؟ وات، اهلا اهلا اهلا. تعال انا لحالي. واي شو؟ تعال لحظه، في هذا بضرب نار. وات بضرب نار هذا؟ واو في حركة معي عم. واو لحظه شوي جوردي شو وضعك؟ لحظه اوتماش اطلعي له، هذا عم بحكي من هون علي يا معلم. اضربه، هو بالنار واحنا بالنار كمان. اوكي خلينا نشتغل عليه بالاسهم. هلا ما فينا استعمل ولا اي صرخه. وينه هو؟ موجود هون. لحظه تعال عم تهرب، جبتك. ها واو لحظة شوي. اوكي تمام، هاي كنا جوردي طلعته. مين طلعه هذا؟ هي انجوي يور لاست بريث. انا لو بطلع لك احاول اوقف.
واحد من فوق وواحد من تحت. خليك برضك، خليك برضك. يمكن هو عم بيأثر فيه هذا القوس ما هيك، لأنه هو ناري وأنا فروست دامج، فعلى الأرجح بيأثر فيه. قربت شحنته تخلص بس أوكي. بعرفش هل هن بيطلعوا على جنب هذا الصخور هاي. جورديس هاتي إيدك، لحظة شوي هاتي إيدك، خليني أطلعك معي. تعي إذا أنت ما تعرفيش تطلعي باجي أنا هون بقولها move to player. طلعناها معنا هارتستون. لحظة شوي، أنا هلأ معي معول صح؟ تعال نشوف. أيوة زيح جوريس، تنشوف شو قصتها هاي الصخور المعدنية البركانية. هارتستون بطلع معها شي مجوهرات. في ببلاك ريتش بتذكر لما بتنقب، مش متأكد وين، في محل بتنقب فيه بيطلع مع المعادن مجوهرات. ليك هون في معول كان، بس انا اللي معي اياه منيح. طيب هو شو هذا اللي اخذناه؟ وين هي اللي اخذناها؟ هارتستون، هارتستون. اوكي واو، حمم بركانيه. كيف هذا حملها وحطها بجيبته؟ انا مش عارف. طيب تعال جورليس نشوف هاي كلها هون. الحجاره هاي إلا اسم جيولوجي، ما بعرف شو اسم بالضبط. الحجارة البازلت أو شيء هيك بتنشأ من الحمم البركانية. فلفتة حلو يعني إنه بثيستا عندهم شوية خلفيات جيولوجية لحتى يقدروا إنهم يعملوا يصمموا سول ساين بهالطريقة هاي. طيب إحنا هلأ ماشيين على الشاطئ الجنوبي، وعلى الأرجح مش راح نشوف الصندوق هذا، فا مش مشكلة. قال لي هو في أربعة على الجزيرة ما هيك؟ إذا هذا ما لقيناه بنلاقي غيره إن شاء الله. هون أوه ليك وين وصلنا؟ ويت أ مينيت، أنا هدول كنت شفتهم بس ما كنت شفتهم، أنا كنت شفتهم هون هالمخلوقات الغريبة هاي صح ولا لا؟ ويت أ مينيت، يا وصلنا هون، هاي كلها هون قرية. نعم نفسي اعرف شو هدول بالضبط، عم بتحركوا وفي منهم مثل نبض عم ينبضوا. المي دافي هون صح؟ يا ترى لو واحد اعتدى عليهم بيهجموا عليه؟ ما بدي اجرب. خليني اوت، كأنه شفت شيء هناك، لمحت ضوء. وهذا هون السل ايش؟ ستيلت سترايدر اسمه؟ اللي بتنقلوا عليه. اوه! اوكي في صواريخ ارض جو. اطلع لنشوف شو الوضع. إذا في شيء بحاجة. وانا هون على اي حال يعني صار خلينا استعمل صرخات، لكان اذا المحارب ما راح يشتغل معي خلينا على الفاير بريث. شو هو هذا؟ مين عم بتحارب مع مين؟ وات شو هذا؟ اوه لوركر، لوركر تعولا تعولا. اوه اي اي انا اوه واد بريتون. زيح 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 زيح. في واحد اوتو 33، في اشي اوتو 33. وينه هداك؟ هناك. اوه جورديس بعدك عايشة. واو 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 واو. اوكي واو اوتو هذا كتير عالي، والليركر بعده عايش. المشكلة زيح عن هالمنطقة كلياتها هاي، انا بديش افوت معكم هلا باي طوشة. واو تعال لهون. ها
هذا مات باقي لبريتون. Enjoy your last breath. جوردس انت كيف وضعك؟ لو طلعتها بالعدم. Wait a minute. تعي جوردس تعي. شو هذا؟ شو هذا؟ حمام برتقالي. What? Wait. واو زيحوا عن الطريق. Wait a minute. اشي عم تمتص طاقتي بقوة غريبة جدا. لحظة شوي. ماجيكا. وين البوشن اوف ماجيكا؟ في عندي غيره. جوردس تعالي 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 هلا مش وقته هلا هذا كلياته. وين السيف؟ اهربي بسرعة اهربي. بعدك معاي والحصان معاي. ما بدي افوت بطوشة خاسرة. تعي تعبانين ونعسانين وبدنا نروح نتمرن وننام ونقوي حالنا. وهون وصلنا على مكان جديد. انا شفت اشي غريبة باي ذا واي كانت قاعدة عم تهجم علي. بعدين في شغلة بالريستوريشن انا بعرف بسكايريم فيني اني اشفي. وين هي الريستوريشن؟ بس مش متعلمة. هيلينج بشفي الطرف الاخر بس مش متعلمة هاي. وات اهلا. شو هذا جماعة؟ ما عم بقصروا. استقبال حاشد بكل مكان. ليش الساعة هي هلأ كمان؟ You cannot wait. واو. طب لحظة شوي. اوكي فورت فروست ماوث. بدي اشحن اول شي. لحظة شو عنا الشحن؟ اوه نايس. اوكي 50 صار الانشانتين 50. لحظة شوي خلينا عن بعد خلينا نطور مزيد من المهارات. منيح اللي بعد عنا سول جيمز حتى نشحن هالاشياء كلها. هاي شو في عنا شي انشنت؟ يلا بالانشنت عندي منه كتير. اهلا. انا هون مخبى بين. خليك برضك انا مخبى عليه. شباب عليه عليه. ما بعرف ليش ما عم بتحرك الظهر على الآن بشي مكان. أوه هلا تحرك الكلب. خليك مات. في حدا غيره؟ طيب أول شيء وين هي المنطقة هاي؟ هيك حتى من اسمها مبين فورت فروستموث. أبصر شو فيها هاي القلعة وشو قصتها وليش بنوها بهالمكان هذا. أوه أرشري علي ريدي. جورديس بعدني عم بقول. أوه في واحد تاني. واو تعنت هون ولا؟ واو واحد شوي. هذاك مات جورديس ولا بعده عايش؟ عليه بس 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 جورديس خلاص قتلنا. هذاك قتلتي الثاني؟ ما دورنا فيهم هناك اللي اتحاربنا معاهم بس اصلا ما معهم شيء. ليش هذول يعني واقفين جنب القلعة؟ وهي ايش هوني؟ هون كان في واحد ما هيك؟ تحول الى كومة من الرماد. هات اعطيني اسهمي. فلوليس جولد. طيب هاي كله هون جزء من هيك. بعد في كمان هناك. اوف 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 ما خلصوا. طيب منيح هذا كله يعني بالمناسبة يعني هاي انا قاعدين عم نطور المهارات اللي ما عم نستعملها. مهارة الرماية الانشانتينج هذا كله بيساهم حتى يرتفع الليفل تبعنا. وبس يرتفع الليفل تبعنا كمان بفيد لغير شغلات.
طيب لو في شيء خصم سهل رح انا ما في عندي شيء تو هاندد ما عندي شيء تو هاندد ولا عندي هات لنرتبهم عندي هذا اوكي لازم تاخذ ريسك لحتى مرحبا يا استاذ كيف حالك هذا كيف بدنا نزله جوردي تعال نشوف في عنا هون wait a minute انطرني بس لحتى اجهز حالي تعال نجرب هذا فيه سول فينا اخده ايوه هاي 200 ايوه هاي 200 دبل انكريز وهاي سول اخذناه كابتشرد يا فعم بحاول استعمل بعض المهارات القتاليه اللي ما كثير بعتمد عليها لحتى اسرع برفع مستواي لان اذا حضرت حستعمل البلوك والون هاندد مش حيرتفع كثير طيب هون في سفينة غارقة كما يبدو تعال نشوف بركي في كنز يعني هلأ بالليل مش راح أشوف شي هون صعب هلأ بالليل ما راح أبين معي شي ما بدي أخنق طبعا بيأدي هاي بدها بالنهار يجي واحد يستكشفها هيك هلا بالليل ما راح يعمل شيء تعال نطلع تعال جورديس ما فيش اشي تحت هاي القلعة معقول كلها هذه القلعة هون كبيرة بحاجة انه ينام الزلمة انا هلا وين ماشي بعدني بالجنوب صح هذاك طلع لي البريتون 33 الليفل تبعه يعني يمكن اعلى مني بدرجتين بس شو كان بده مني ليش هجم علي اوكي عم نوصل على المينا هون في واحد تاني هون هذا مسالم اذا مش مسالم نهجم احنا عليك ايوه اوه لا شو هذا وات تو هاندد انكريزد الزلمه عم بلهس واو لحظه هذا قوي جدا مدام قوي خلينا هلا ما كتير نغامر انا استعمل المهارة الكبيرة تبعتي واو كريتيكال سترايك ما اخدش طاقته ما اخدش روحه لازم الضرب القاضي او اخر ضربة عليه يمكن هو اللي كانت جديد هات لنا اخده ما بعرف هذا اول مرة بشوفه انا هذا النوع من السبريغونز واو هاي كلها مخلوقات جديدة عم نشوف الاول مرة ايوه الزلمة عم بجوع هذا صندوق وهذا صندوق اوه بلاك سول جيم جارنت جولد ريفايند مونستون باخده بس لحتى ابيعه هذا بعد مدام فيني احمل تعال نفتح هذا جورجيس ما بعرف هل هذا هو قصده بالصناديق المخفية هو قال لي الصناديق فيها مثل دروع بس هذا صغير ما بيحملش دروع ما فيه بس جوهرة واحدة لازم افتح هاي انا نفتح شو عم بيصير هون شو هاي فراشي هيك انجلت اوف مارا كيف كانت هيك على الاني وات شو هذا اسف هي جولد دايموند وات
في هون اشياء مخباية جواهر. هو Amulet of Mara هاي اللي بتجوز فيها انا. Wait a minute. انا ما عندي ولا واحد Amulet of Mara. شباب حنتجوز خلص مبروك. خليها معنا هاي. لقيناها بهالمكان هذا هون على القارب هذا. تذكر يا شباب. القلادة لقيناها بهالمكان. بس هلا شو بدي يوديني هلا على رفتن؟ انا وين هلا؟ وين انا وين رفتن؟ لحتى نروح نتجوز. خلينا هلا بالمهمة اللي احنا فيها. لسه بعد عندنا وقت. هون وين؟ وين عم نوصل؟ انا بعد مش عارف احنا وين عم نمشي. وهاي بعد انا ماشي على الشط، الشاطئ الجنوبي. اوكي، بنطلع هون اثروناش. يتفقد الوضع نفس الوقت. هيو حركوا الجماعة. وات؟ اهلا. ويت ا مينيت، ويت ا مينيت، انطروني انطروني، بدي اطلع لهم بال شو اسمه بهذا. لحظة لحظة، ضرب القاضي علي. ايوه. وات؟ ريزيستد سول تراب؟ وات؟ ليش؟ ريزيستد شو الخاصية اللي فيهم لحتى انه ما تعال هون ريفر لورد جورديس خليك معي. واو 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 عم بلهس الزلمة عم بلهس. هذا كابتشرد بعد في كمان. وضع كيف انا ماشي الحال. هاي بضربي وبضربتين. اوب عم تطالب السيف. جوردي استعى الشغله معي. واو لحظه شوي انطرني بدنا شوي تستمنى هيك منه حل. Plentiful stamina, plentiful stamina. نرجع نشتري بعدين. الله بدبر. أيوة. تعال هون. جورديس. أوه جورديس تعباني. تعال هون. مش فارقة معي. دروعي هقوى من دروعك. أنا وياك والزمن طويل. جورديس خلصت عليه. طيب واضح إنه وهتبع في واحد فوق. تعال هون. كيف طلعت جورديس؟ وينه هذا؟ وين راح؟ وين فتي؟ واو هذا الضرب اللي ضرب عليه قوية. خذ ما عندي ماجيكا. بوشن اوف فيش ما عندي. ايش طيب واو 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 اهرب اركض 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 اركض. واضح انه معها شيء قوي معها شيء قوي. لاحظوا شوي. وجوردس وين راحت؟ جوردس وين راحت؟ ما قاعد عم بتحارب معي؟ هذا صوته؟ طيب خلي جوردس كفل بامره. انا هلا حالتي تعبانه. ليك كلهم معهم جولد ودايموند. الجماعه اغنياء. Improving. Oh, smithing. هذا بدي إياه. هذا بدي إياه. حتى أطور فيه. أنا هون جبت سيف ما هيك. في سيف كنت أنا شريته بسكال. وينه؟ هذا هو. هل فينا أرفعه لأكثر من 48؟ مش عارف. طيب الظاهر بحاجة لشوية بوشنز. هيلث بوشنز. هذا قد إيه برفع لي؟ 80؟ ماينر.
تعال نروح نشوف. لا يا أستاذ مش هلا. هذا جوردس وينها؟ بعدها عايشة بس وين هي؟ ما فيني أطلع أتونش. طيب وين ال السهم؟ بس بدي أوقف بزاوية لحتى أشوفها. وهلا بالليل المشكلة. واو شفتها. ريفر بلاندرر. اوه شو هذا؟ تبا خليها تنشغل مع هذا. واو 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 وين هو انا اللي ماخذه؟ هذا هو. ما انا شايفها المشكلة. معها سيف قوي بس هو شو اللي عم تضربني فيه انا مش عارف. لا يا جماعة منه حل هيك. عم بضربوها. خليني اجرب اذا فيني اخذ شيء ضد الريزيست كولد. اوكي ويت ا مينيت. انا في عندي صرخه التنين مش ايه اللي اسمها دراجون اسبكت. بحسب لي اياها ولا هات نجرب. والله حسبها. طيب لحظه شوي لحظه شوي لحظه شوي رح اروح عليها ضربة رجل واحد. تعال نشوف تعال نشوف. You won't get away. Die, Outlander. Your armor will look good. Your armor. تفرج يا معلم جبتك. واو نسوي زيح نشوف زيح حتى نطلع هالصرخة الرهيبة هاي. واو شو هاي شو معها اصلا؟ جولد اروز ما معها شي مهم هي بس هيك قتلناها. طيب بعد في حدا هون؟ انا اصلا وين هم موجود؟ شو هو هالمكان هذا؟ ليك بعدنا وين؟ اوه هذا هون حطام حطام سفينة. خلصناها حطام السفينة هاي. تعال نستكشفها بس بدنا نضوي اول شيء. ميج لايت اي واحدة اللي بتضوي لي. ايوه تعالي نفوت نتفقد هالسفينة. كوينز كتب ما بهمني امرها هلا. هذا هون لحظة. اوه هذا اكيد فيه هالقلادة اللي اياها. ولو بعد ما بلشنا. لا لتحت كان لازم يمكن اكتر. اها وبناخذ هاي وبناخذ هاي وبناخذ هاي وبناخذ هاي وفيجرس هيلينك. هو عم بنشوف وات هذول شو هون عاملين فيهم؟ واو ليك بعد في هون جثث. هذول كيف ماتوا؟ هيك يعني حتى مع هالضو اللي انا هون. واو اي اي كيف بطلع؟ كيف بطلع من هون؟ شو اللي صار؟ ما فيني اطلع بدي انط فوق المي. ترجع طلع هذا. اوه صندوق. بقول لك في هون كنوز.
لا انسى الدورفن، انسى الدورفن، رح ناخذ هذا. لاستي ارجونيان ميت، هاي القصص اياها. اول تارجتس هات، انسى هلا الدورفن السورد اللي اخذناه اللي مخدينه احنا هلا هون، هذا بعد بتطور هلا ديفينتلي بتطور، هذا راح ابيعه. صحة تقيل ولكن مفعوله مع البلوكينج منيح. طيب هيا عم نلاقي اشياء حلوة. هاي برا هون صرنا، تعال نطلع. انا بهالعتبة هاي ماني شايف اشي. اوه هون كمان صندوق، الله معبى صناديق، معبى صناديق. مع اني كنت حابب انا، اوه لا مش هيك. قبل ما اني اقعد استكشف هالسفينة هاي، كان فكري اني استفيد من هالصرخة اللي انا هلا بعد عندي اياها، اروح اذا في حدا هقاتله قبل ما تختفي. وات هارفست؟ ايش شو هو اللي هارفست؟ رابت مش مبين بس هي. اوكي وعلى الارجح خلصناها للسفينة. حطام السفينة الغريبة هاي اللي ما بنعرف شو قصتها، يمكن احدى الكتب اللي كانت موجودة على السفينة ممكن تفيد شوية. نعم هاي قتلناها، كانت مستحلية هالسفينة وقاعدة عليها. هاي الصناديق كلها ما فيها اشي. الصرخة قد ايه مفعولة؟ لحظة شوية، انا هاي الصرخة اللي مقويت لي او بعد باقي دقيقة، وانا هون في عندي فورتيفاي كمان. طيب منيح، تعالوا بسرعة. ما راح ننقب عن اشي تاني، هذا كله دورنا فيه. واو، وهاي اللي قال لي ريزيستد سول تراب، غريب. يلا بسرعة بدي هقتل حدا بهالدقيقة ونص هاي. ليفل اب افيلابل، عارفين ليفل اب افيلابل قبل ما يروح مفعولة. عاوز استفيد منها اياها هذيك المدينة هناك ريفن روك، بينت اطلالها. يا دوب شايف شيء انا على الشاشة هاي هلا. جورديس اين انت؟ تعي. اوكي هون في شيء. وات مارش اوف ذا ديد؟ لحظة شو هذا؟ كل وات كابتن وات؟ تعالوا. اولد لحظة شوي استفيد. واو واو زيح زيح. بعد عندي شوية دراجون اسبكت. The way it could end. واحد يا معلم شو عم بصير يا أستاذ؟ speak لحظة، أول شيء قبل ما speak وقبل ما أي إشي انسى هدول. هاي شو وضع المهمة هذه؟ بقول لك تعثرنا بالكابتن مودن عم بحارب مجموعة من الأش سباونز بهالمزرعة هاي خارج ريفن روك، والكابتن فيليث كان يعني كانوا حيتغلبوا عليه بعددهم، ولكن انا تدخلت وساعدته بعد ما قتلنا هدول اللي بيطلعوا من الرماد. بدنا نحكي مع الكابتن فيليث، اعطاني مهمه انا بعرف شو هي. كابتن ثانكس، I wasn't sure I'd make it off this farm alive. I wish I could have said the same for my man here.
طب لحظة، أول شي بدي أضوي عليك شوي، خلي الضوء يفتح معي. كنترول شوي علي. أيوة كابتن فانكس. I wasn't sure I'd make it off this farm alive. نعم بس وشك. I wish I could have said the same for my man. يا دوب وشك مبين. شو هالإشي هاي اللي طلعت علينا؟ Some of the Redoran guard have taken to calling them Ashspawn. Aha. Me, I don't care what they're called. All I know is they're a danger to Raven Rock and they need to be stopped. نعم حربنا مجموعة منهم على الطريق وأنا جاي. حربت كتير منهم. وشو اللي جابك على هالمزرعة القديمة هاي؟ I was going to search for clues that might lead me to wherever they're coming from. I know it isn't the best place to start, but we know they've been coming from this direction. أيوة. هذا فتح الشاشة. ما عم بشوف شيء أنا يا معلم. الضوء بوشه ومش مبين وشه بالمرة. فبقول لك إجا على المزرعة هاي عم بحاول يشوف يعني أي أثار يعرف يفهم من وين عم بيجوا هدول. طيب أنا فيني أساعدك لو بتحب. Good. I can use all the help I can get. نعم. Besides, I don't feel comfortable leaving Raven Rock behind. Okay. And I'd hate to lose any more Redoran guard. ما بده يترك المدينة ويخسر المزيد من الجنود، فهو يعني مبسوط إنه أنا راح أساعده. طيب very well. منيح. من وين نبلش؟ We were searching the farm when the Ashspawn ambushed us. Have a look around and see if you can turn up anything useful. اوكي بقول لي دور بالمزرعة هون ممكن الاقي شيء مفيد. طب شو هدول اول شيء بدي افهم شو هن الاش سبونز هدول اللي يعني ايش بتطلع من الرماد. No one knows really. Superstitious folks say they're the risen forms of those that died long ago, but I'm not so certain. They started attacking the bulwark a few weeks ago. My men were able to kill them, but they keep coming back. كم مرة بيهجموا عليكم؟ We've had two other assaults on the bulwark, at different spots on the wall. I know it sounds crazy, but it's almost like they're becoming more organized and probing it for weaknesses. عم بصيروا منظمين أكتر بقول لك. وشو الدافع وراء هالهجمات هاي برأيك؟ Exactly. Something has to be directing them against us, and we need to find out who or what it is. هو بشك إنه في دافع بس مش عارف شو هو. طيب وليش بتعتقد انه الهجمات هاي مصدرها المزرعة اسمها هذه اتيوس بيعتقد انه مصدرها من المزرعة هاي. I don't. All I know is that the Ashspawn are coming from this direction. So this is as good a place to start as anywhere else. Okay. Good thing the farm's been abandoned for a long time. I'd hate to see what they would do to an unarmed farmer and his family. عم بيجوا من هالمكان هذا. مزرعة مهجورة. قديش صار لها مهجورة هاي المزرعة؟ Not sure. I was told it was an old imperial farm that was wiped out by the eruption of the Red Mountain. Not certain who lived there. It was already a pile of rubble when I arrived in Raven Rock. اوكي البركان هذا اللي انفجر دمرها. هون عم يسألوا على المنجم. كيف الوضع بعد ما حررنا بعد ما ضبطنا المنجم تبعهم؟ I've had to muster some more men to protect the mine, but I don't really have a problem with that. Second Councillor Arano is concerned that once word reaches the Reavers that the mine has reopened, they might think about paying us a visit. I say let them try. My men are ready for them. Reavers هدول الحرامية يمكن أو قطاع الطرق يمكن حيرجعوا بيهجموا على المنجم هلا بعد ما صار المنجم عم بيشتغل. Report back to me if you discover anything unusual. إن شاء الله. هاي تعال جوردي سندور. Redoran guard. أوه. هذا يمكن كان من بين اللي عم ب. هذا كله heavy armor ما بدي إياه. كان يمكن عم بيحاولوا يدافعوا عن المكان هذا. وهجموا عليهم الاش سبونز. قال لي هذول مثل الارواح او الناس اللي ماتت بالزمانات. What? Declaration of war? Wait a minute. Raven Rock Stronghold. My calls for the unconditional surrender of your forces and an immediate
Cessation of all hostilities has been ignored numerous times. I therefore have no choice but to assume your purpose on Sosheim is hostile and to treat Raven Rock's stronghold as an enemy of the Empire. I warn you, any attempt to breach Fort Frostmoth will be met with an equal level of aggression. I'll do everything in my power to wipe you and your forces off the face of Tamriel. There will be no further communications between us. هذا في واحد عم بيهدد قرية ريفن روك. كان عم بطلب منهم انهم يستسلموا ولكن ما ردوا عليه فاعتبر انه هذا اعتداء عليه هو هداك وعلى جزيرة سولثايم وحيعتبر ريفن روك انه هي عدوته وعدو الامبراطورية وعم بحذرهم اي محاولة انهم يخترقوا القلعة اللي مرينا عليها هذه فورت فروستماوث سيقابل بعدائية شديدة. طيب مين صاحب هذا؟ مش فاهم، مش هترى اخدها انا هاي لقيناها معه. اها هذا هي العداء بالمهمة لكان اوكي في واحد اللي كان كما يبدو مسلط عليهم هدول الاش سبونز معتبر انه ريفن روك هني اعداء لإله. تعال نخبر الكابتن. خلينا اول شيء اطلع استكشف القرية هاي او هالبيت او المزرعة. بقول لك هو اجى على هالمكان ولقاها مدمرة. الريد ماونتن البركان اللي انفجر وينه هو البركان؟ مبين من هون هذاك هو. بس شو هالانفجار اللي يعني الحمم وال اطاحت ووصلت لهالمكان هذا هون؟ طيب انا طبعا سهران الساعة 10 بالليل وسلمي بده ينام. وين الكابتن؟ هلا شفناه كان هون بمكان ما. وين كان واقف هو؟ مع العتمة مش شايفينه. هيّا واقف هون. شو عم تطلع قاعد؟ طيب هات لنخبره شو لقينا. Have you found something? نعم لقينا هالرسالة هاي بأحد الاش سبونز. This is strange. نعم. The note says it's from General Falks Carius. But that's impossible. بقول لي هذا الشيء مستحيل. ليش مستحيل؟ Well, Carius was the Imperial Garrison Commander at Fort Frostmoth. But he died over 200 years ago when the Red Mountain leveled the place. There's no way he could still be alive. هذا كاريوس واحد مات قبل 200 سنة فبقول لك مستحيل يكون بعده عايش وبعده قاعد عم بيهدد القرية. طب شو بدك اياني اعمل؟ If General Carius is still alive, there must be something keeping him that way. I need you to head out to Fort Frostmoth and check it out. I'm going to head back to Raven Rock and prepare the men for further assaults. اوكي بدي اروح اتفقد الجنرال كاريوس وهقتل الجنرال اسمه فالكس كاريوس. بس المشكلة انه صار هلا صرت فاتح على حالة كتير مهمة. صار في عندي مهمة هون وعندي مهمة هون وعندي بدي انظف هاي وبدي انظف هاي. يعني شو بدي نلحق نلحق يا معلم؟ ما رح نلحق. طيب ان شاء الله ان شاء الله. جنرال كاريوس sounds out of his mind. ليكون الجنرال كاريوس هو هداك البريتون اللي واجهناه. ما متذكر كان مكتوب بريتون وقوته 33 بس ما بعرف مين كان بالضبط. تعال يا جورديس نحاول نلاقي نتابع طريقنا على الساحل الجنوبي. هناك في جزيرة فيها شيء يا ترى هالجزيرة هاي؟ ما بعرف اذا فيها شيء. هاي الى سكايرن يا نكفي. كنت متأمل بالحلقة هاي اني اروح اقدر اني احرر اخر حجرين من سيطرة ميراك ولكن مثل ما شايفين عم نكتشف قاعدين هالجزيرة الساحل الجنوبي منها وبعض المواجهات. بس انا مبسوط اني رفعت بعض المهارات. هذا الشيء رح يسرع شوي برفع مستوانا اكتر
احنا هلا 30 رح نطلع. واو لحظة يا معلم، ما رح نخلص اليوم، بعدهم عم بيطلعوا، عم بيطلعوا قاعدين. ويت ا مينيت، انا في عندي هالاشياء الحلوة هاي هون وما عم بستعملها. All targets. طيب هات نستعملها هاي، هات نجرب. اوكي وبعد ما ضربناها، هلا مش عارف فادت ولا ما فادتش، بس اوه نايس. تمام بعد لحظة شوي، كان في كذا واحد ما هيك؟ هذول ال لحظة يا معلم، انقذناك من هذول الجماعة بتقول لي move along. هذول السكرولز حلوين بس مشكلتهم انه بياخذوا وقت لحتى انك تطلقهم. هيو هذا شو وضعه هون؟ جولد حلو. طيب تعالوا اخيرا وصلنا على معالم الحضارة. Careful with those flames unless you plan on torching something. هذول الفليمز انقذوا لك حياتك. عم بحذرني من اللهب اللي انا حامله. هلا الساعة 10 والمحلات كلها مسكرة. يا عارف شو، قبل ما اروح انام ولا اقول لك لا، ما راح اروح احرر هذاك الحجر، خلينا ننهي الحلقة هاي هون بهالمكان هذا لانه صار الوقت متأخر. بس بتروح اطلع عليه اشوف شو عم بدقوا فيه هني، ولا عارف شو، خليني اروح انهيها لسه بعد في عنا كم دقيقة فيني اني استفيد منهم. تاع جورديس تاعي على الارجح راح يطلع لنا هون ليركر جديد، نقتله وبنخلص الحلقة هاي. تعال نشوف الزلمة جوعان. لحظة شوي، اذا كان جوعان اوكي بده ياكل. لحظة شوي، بقول لك الهجمات راح تكون ابطا لانه مش ماكل، بس يكون الواحد جوعان طبعا ما فيك تركز، ما فيك تعمل شيء. مستوي يو فيل بيتر، بس شو وضعي؟ اوكي مقبول، ما عنده شيء ثاني هلا اكله، ما بتصور عنده شيء ثاني اكله، ما مشكله. هات لنا نطلع الصرخه هاي. ايوه وبنطلع هذا وبالليل. ايوه طلع الليركر، زيحوا عنه. اوه ارمر، ويت زيحوا يا جماعه، زيحوا. هذا المواجهه المباشره. ما عم بموت. ايوه بس مات. لا ما ماتش، بس خلاص جورديس. شو صار؟ في واحد تاني. وات؟ مش مشكلة عالسريع. بس صار عم بطلع اثنين هلا مش واحد، واعطانا الموسيقى. تعال نتفقد المكان نشوف اذا في حدا مات، بحبش انا انه يكون في اي ضحايا للعمل اللي احنا عم نعمله هون. مرحبا. I'm asking myself why Mirak was making us build these shrines. And I'm afraid the answer will be far worse than any of us can imagine. Yeah, I'm asking why Mirak was making us build these shrines.
لحتى انهم يبنوا او يا يقعدوا يشتغلوا على ال او نايس. اه كان عم بسأل ليش كان ميراك عم بسيطر عليهم، شو كان عم بحاول يعمل، عم بيبني قاعد هالحجارة هاي، بس بخاف انه يكون الجواب اسوأ مما هن بتخيلوا. increase your magic. اوكي وهذا حجر شو بيعطيني؟ في حجر منهم كان بيعطيني مثل صاعقة جليدية، وحجر لحظة شوية wait a minute، زي كأنه في حجر ما أخدتوش أنا مش عارف. هذا حجر بيستدعي أحد المستذئبين، بس زي كأنه في حجر يمكن من الحجارة الثلاثة ما طلعت فيه شو بيعمل. Bonus of the earth added. Caster ignores 80% of all physical damage for 30 seconds. Single use then must be required. آه. حلوة هالبونسات هاي، ممتازة ممتازة. كان فينا استعملهم أنا by the way. كان فينا استعملهم. Nice 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 nice. طيب الحلقة صارت طويلة يا جماعة، هاي هي قتلنا اثنين ليركر هون، حررنا هالحجر، حررنا هدول العالم من سيطرة. If it wasn't for the bulwark we'd be digging our houses out from beneath the ash by now. ما بعرف شو عم بتقولي، بس حررنا هالجماعة هدول، وبالحلقة القادمة راح نتابع طريقنا، حنرجع على القرية مع جورديس. جورديس تعباني، واضح انه تعباني كتير، عينيها حمرة صار ولا ابصر شو مالها. ليش مش شو هالمشعل، ولا له اي فايدة هالمشعل هذا، ما عم بيعمل فرق. يا فبيأدي هالقد. بالحلقة الجاي حنشوف اي مهمة رح نخلص من المهمات اللي انفتحت لنا بالحلقة هاي. خليكن معنا والى اللقاء ومع السلامة.